لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه أه إلا حلقة الله حلقة أربعين تك في الأربعة إلا حلقة الله أكفى الله النبي صلى الله عليه وسلم حقولا استهزاء وحقولا مجرمين وربك هو أنت منا محقه وحقم سبت حديبه هذه كل خطوة نسأ إلا كل خطوة إلا نهيني ميت دي بقى الخطوة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم الناس أيها حق اللي دي بقى حلقة دار الأرقم لدار الأرقم ميتو دار الأرقم لا دقن دا داقم دي باتو كم سليها حقها الخطوة الثانية الهجرة إلى الحواشة دي طيب لدار الأرقم ميتا الخطوة الأولى تلا لخطوة الله الناس أكبر خطوه الناس أه حق ولا استهزاء وحقولا كلهم مجرمين كن الاستخفاف اللي كل حقه محاولات فشلت أدين من اللوحر حر حقه لدعوة لنا وبجهر قدم قد ما جهرا وقبت من حر الترتيب يبو أنبتا وإلا دار الأرقم بأنبتو إنه جعل دار الأرقم بناء بالأرقام المخزومي لصحابية الأرقام بناء بالأرقام لبيته آه مركز ناي دعوة وعبادة ومقر ناي تربية ودعوة طبعا هذا ميتو أي جماعة أي حو أي أسرة أي عائلة آه، أي أصدقاء آه، تنقيهم تقارب تفاهم محبة حوت الند منتهى الذي بربي، ربي مسلم ده فاكرو من قبي كفا شيء نقدم رب العالمين كفا عمل خير نيده كفا دعوات نقدم كفا ولادنا ننفع كفا أرواحنا ننفع كفا مجتمعنا ننفع كفار روحتنا انقف من عذاب رب العالمين كفر دنا يا رب العالمين نحدي كفو آه رزقنا له بصاح كفو ذريتنا تسلح اندبلوا ديب مصالحهم ودي منبرهم وديب لخصص لهم اللي تفاكرو لازم اكان تهلق لهم ديون اللي تقصوا ومنا اللي آه ومنا مقرحو ومنا اللي تقامو ومنا آه اراء نصو ومنا اتفاق نصو ومنا كمان توجيهات نصو وبل اللي تبقصوا و آه مرجعيات نسو كتاب ربي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كم سليه النبي صلى الله عليه وسلم من حتى لا تربية الله واللي فهم اللي واللي توجيه اللي إنسان شغله إن دير التبو إن دير وجهه إن دير نزمه وإن دير تفاكر ديبو عشوائي من قبي نتيجة ألبو وثمرات ألبو وفائت ألبو لكن قصة من قبي أكام مركزنا انطلاق ودا من قبي مقرنا وتربية ودا من قبي أه قيم هلات وجيا هلات وهياب ونساء هلا ومبالس هليت بدوح فوائد قدام دي مثل جماعات دد ديما دي مقاسي مثل حو مثل خيرين مثل سبع علم مثل اوجهات مثل عبيم اللي تقاسي بدوح استفيد وبدوح ركب وبعدها تسمع الا النبي صلى الله عليه وسلم لدار لبيت هاي ابن لدار الارقم اللي الارقم ابني أبي الأرقم المخزومي مركزهم مركزنا دعوة ونا عبادة ومقرنا تربية ربي وسلم كوتر ريو تربيهم على عبادات كفالة عبده معاملات كفالة عمله كفالة حمله ود كفالة فهمه كفالة اللي كله وحينا يا رب العالمين لما النبي صلى الله عليه وسلم شرح لهم على ولا على وتم مدارسة وربيهم لعبد على وديبو تربوا ومن قنطوا ومن إلا كانت بقصة دعوتنا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لا لا حنقرنا نرفع ولا نفتخر بديننا ديننا نفتخر بعزتنا عزتنا دي بديناتو. دين عزت الدين نادو عزات عزت لبنان الدين لأبو عزيز يكونين عزت لبنان زيد دين تلا إنسان عزت لودي ومكان كان أكان لو ولا رافعو ولا كريو إنسان قيمته بدينوته. ابن سبوب مولادو وقال له اللي بيكونين ابوه الاختيار امور اختيار قبل لا الاختيار لا ابو على ابو اللي, ألبو دي ألبو دي اللي جنت بس اندي انسان قيمته أبدينوته وربي يوم القيامه بينكاد الحسابك حاسبك يا ربي دي عالك الا بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربي على وإلا كانت الا قيمه ربي دي بقى كان وتاريخ ربي يبقى كان ومهمه اكانت يقول تربويين يقول علماء يقول مشايخ يقول دعاه يقول والدين يقول وجهاء يقول الانسان هم لبو طموح لبو فكرة لبو يقول لي ينشر يقول اللي يدي يقول لازم كم سأل الله كانت كلها هلا يقول لأنها كانت في أصل الصفاء بعيدة عن أعين الطقاء ولا سبب بلا اختيره يبدأ دي بلا الصفاء الذي بمسعى ودرا قام قد هليت بعلت وريم أن عندها تقدم على فكان يجتمع فيها مع صحابته سرا فيتلو عليهم ايات الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وبهذا التدبير وقع اصحابه كثيرا من الاحداث التي كان يخشى وقوعها لو اجتمع بهم جهرا وعلانيه. اما هو صلى الله عليه وسلم فكان يعبد الله ويدعو اليه جهرا بين ظهراني المشركين. لا يصرفه عن ذلك ظلم. ولا عدوان ولا سخرية ولا استهزاء وكان ذلك من حكمة الله حتى تبلغ دعوته إلى من يؤمن ومن لا يؤمن فلا تكون للناس على الله حجة بعد البلاغ ولألا يقول قائل يوم القيامة ما جاءني من بشير ولا نذير اللي هي آه اللي لجل الوطوم لجل القروم لجل من عرلت أم لا سياسة لا فقه لا سيرة لا حكمة لا قرآن لا حياتنا النبي صلى الله عليه وسلم كفدبر على روح الحياة كلها لا ترئينا إلا يعني حياتنا إسلام ما قلت بقنا ما قلت بابو قلق اللي حدا من قبي دي من اندى عقبالا من ان آه قلق دبو. من اندى من كتابنا يا رب العالمين وسنتنا يا رسول صلى الله عليه وسلم من نقل الإنساء كبا اللي يقيس كله درد النبي صلى الله عليه وسلم يعني لبيت لنا رقم بلح بلح ريا ريم على الشوية من كانوا ودي بلا على وفره دي بمقباء ايه كان دي ودي كان دي اجتماعوا ريم من عند تدام علت دي ربهم لعبد علو ولسل علو والنبي صلى الله عليه وسلم لعلمهم على آيات من كتاب رب العالمين والقرآن قرر لهم على يوم على وحكم لرئيهم على صلى الله عليه وسلم ودي بلا كان لتدبير اللبو لجماعته ولا أصحاب رضوان الله عليهم من عذاب ومن ويلات ومن أذى ومن دار له فريدي بحال انقفوا يوم وتنققوا وأروحتهم أفجروا إلا فكرت إلا نايا النبي صلى الله عليه وسلم وبا ولا دار الأرقام لديهم من إلا الناس أو لكن النبي صلى الله عليه وسلم تنوسو جهرا علنا عدها أه لتعبد على تفنجهم أه فنجيل للمشركين ظلم فري على وعدوان فري على سخريات واستهزاء وقبة واحتقار واتحماق كل كل توم لو دول علو حتى فري من اعلان النبي صلى الله عليه وسلم قل لا امن او حق ان امر قال امن ولا ابا كمان أمرنا ان انتو حجتك قلت يقيم ديبو ولا حجتنا يا رب سرت بعض حتى قلت, قلت قل حر يوم القيامه آه اي أيوة قلنا فرق بين او من لهم بلدي بعد النبي صلى الله عليه وسلم توقته نذيري ما وبشير إنسان لبشرنا إلا خير توجنات توكم سال الله ولا بكيت سات شيء من هذا القبيل اللي ظلمته وجهلته وكفرته وعكسنا توحيته للبل بالي إجليلي إلا خطط إلا النبي صلى الله عليه وسلم رب أنا يوك إلا ودا فحتى إجليلي بلو نذيري وبشير بشيري ما ونذير إجليلي النبي صلى الله عليه وسلم لا خطط إلا نساء وحجة أقيمة بهم و جاء النبي صلى الله عليه وسلم كم سر الله أه أبقى منهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. <applause>